بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من الأبطال. زي ما عودناكم كل يوم حد وأربع بالثانية بنكون معاكم من الساعة 8 ل 9 ونص عشان نتناول أهم الأخبار في الألعاب الأخرى داخل النادي الأهلي محليا وأيضا عالميا. ده في نص حلقتنا الأول. نص الثاني هيكون معانا عريس الألعاب الجماعية في النادي الأهلي الأسبوع اللي فات، هيكون معانا الكابتن محمد مصلحي ميدو المدير الفني لكرة الطائرة الرجال اللي تابعناهم حصريا عبر شاشة قناة النادي يوم الأربع اللي فات بفوز كأس مصر والحصول على الثلاثية للعام الثالث على التوالي. خليني أقول لحضراتكم أن محمد مصلحي ميدو جوزيه كرة الطائرة في النادي الأهلي. الراجل حصل في 3 سنين على 9 بطولات، لو كان ما كانش فيه كورونا السنة دي كان هياخد بطولة أفريقيا كمان، كنا هنوصل للعشرة، ولكن الظروف جت كده وما لعبناش افريقيا. خليني اقول لحضركم ان محمد مصلحي ميدو جمع 3 صفات لو في اي مدرب الحقيقه يكسب كل البطولات: اللعيبه بتحبه، تخاف منه، وتحترمه. الـ3 بجانب الناحيه الفنيه العاليه بتهيالي صعب جدا تلاقي اي مدير فني يخسر بطوله. مانويل جوزيه كان عنده الـ3 صفات دي، وكان بالاضافه لكده طبعا فنياته العاليه، فخد بطولات كتيرة جدا جدا. عايز اقول لكم ان في لعيبة كتيرة بتيجي النادي الاهلي عشان خاطر محمد مصلحي ميدو. طب خليني احكي لكم موقف، يعني المفروض ما اقولش الكلام ده بس انا هقوله لحضراتكم لان انا ما بخبيش حاجة عنكم خالص. اولا كابتن محمد مصلحي ميدو بعد البطولة كانت يوم الاربع، طبعا القنوات قالت له تعالى خليك معانا، تعالى معانا اطلع، طبعا راجل يعني نجم وبطل وكسب 3 بطولات وكل القنوات طبعا بتتهافت انه يطلع معاه. فالحقيقه احنا كلمنا كابتن محمد مصلحي ميدو وهو مشكورا، يعني الراجل قال لك انا اول قناه هطلع معها واول برنامج هو برنامج الابطال، قناه النادي الاهلي بيتي، لازم احتفالي يكون مع بيتي انا هنا وبعد كده اطلع اي قناه تانية. ده مش غريب على كابتن محمد مصلحي ميدو ومش غريب على ولاد النادي الاهلي، بس هو ادى مثال ونموذج طيب لكل الاهلاويه. الراجل رفض يطلع، لازم قلنا مرارا وتكرارا قناه النادي الاهلي والترابيزه اللي انا قاعد عليها دي هي بيتنا وجزء لا يتجزا من النادي الاهلي، كانها ترابيزه جوه النادي الاهلي. الراجل الحقيقه لما عرف ان احنا برنامجنا لحد ولينا مواعيد، الراجل اجل كل لقاءاته لبعد مواعيد الاحتفال الاساسي ليه هنا. وده لو دل يعني بيدل على شخصيه، زي ما قلت لكم احنا حبيناه ما بالكم اللعيبه، يعني الراجل لما عمل كده احنا شكرناه والحقيقه حبيناه جدا جدا اكتر ما احنا بنحبه، لانه الراجل الحقيقه ضرب مثال جيد لايه؟ للاحتفال داخل بيته الاول. وده مش غريب عليك يا كابتن محمد مصلحي، انا بس بحكي لكم يعني مقدمه لان الراجل ده مهما ادينا له كتير مش هنديله حقه، لانه راجل تحمل الكثير واحنا شفنا قد ايه اللعيبه بتحبه، ودخلنا وسط اللعيبه وشفنا ازاي الموضوع ماشي بالحب وماشي بالاحترام وماشي ما انت ما ينفعش لازم الـ3 صفات يبقوا فيك عشان تنجح، وكابتن محمد مصلحي ميدو الحقيقه جمع الـ3 صفات. طيب نرجع لحلقتنا وناخد اخبارنا، وزي ما عودناكم اخبارنا بتكون الاول من داخل النادي الاهلي. كره اليد هي اللعبه الاساسيه معانا الفتره اللي فاتت ومكمله معانا لغايه يناير بكاس العالم للمنتخبات. فريق نادي الاهلي خلاص لعيبه المنتخب ولاعيبه الدوليين رجعوا، بدا النادي الاهلي يتمرن. الحقيقه كان الدوري الممتاز 2021 هيتلعب قبل ما يتم حسم موقف الدوري السنه اللي فاتت. الدوري ابتدى فعليا النهارده، الموسم الجديد النهارده، ولكن مباراه النادي الاهلي الجديده هتبقى مع المعادي يوم 2 اكتوبر القادم. النادي الاهلي عمل صفقات السنه دي، عمل 5 صفقات، جاب عمر ياسين، سيسا، محسن رمضان، محمود نعمان، والتونسي اسامه الجزيري. وبالمناسبه يعني اسامه حصل على كاس تونس وان شاء الله يجي بكره الدوري، حصل على الدوري وراجع بكره ان شاء الله القاهره، وباذن الله هنكون يعني هينضم للفريق. هو كان عنده اصابه بسيطه في صباعه مجزوع، ولكن دي ما تعطلوش ابدا انه يلعب مباراته الاولى مع الفريق في المعادي خليني اقول لكم المجموعه اللي احنا وقعنا فيها. معانا سبورتنج والاولمبي والمعادي واصحاب الجياد والبنك الاهلي والزهور وبورسعيد والشمس، هنلعب ماتشات رايح جاي. هناخد اول 4 فرق من المجموعتين ويطلعوا يلعبوا طبعا النهائيات ويحددوا البطل. اكيد هيبقى دوري طويل ودوري شاق، وطبعا اكيد هتوقف الدوري قبلها بفتره عشان كاس العالم. كل التوفيق طبعا لمنتخب مصر وكل التوفيق لابطالنا لكره اليد.
طيب برضو نفس الكلام بالنسبة للسيدات كرة اليد، هيبتدوا أيضا الدوري إن شاء الله يوم 3 أكتوبر، الرجال يوم 2 السيدات يوم 3، بطبعا مشواره هيبقى ضد منوف، أول مباراة هيتلعبها النادي الأهلي هتبقى ضد منوف. وطبعا الفئة هيبقى عبارة الدوري هيبقى مجموعة واحدة من 16 فريق هيلعبوا رايح جاي، وياخدوا أول أربع فرق يلعبوا دوري السوبر بعد كده. خلينا أقول لحضراتكم إن الفريق ده عمل السنة دي ريمونتادا جميلة جدا وعظيمة، بعد ما كانوا متأخرين جامد رجعوا ووصلوا يلعبوا الشمس، ولو كان في حالة فوزنا على نادي الشمس المباراة اللي فاتت كنا نلعب مباراة فاصلة. والحقيقة يعني ده كل تقدير ليهم، لأن الحقيقة كان الوضع صعب وكورونا وتوقف، فالحقيقة الفريق ده عمل إنجاز كبير طيب السنة دي. وإحنا عارفين زي ما قلنا لحضراتكم في تغيير أجيال، في لعيبة مصابة، ولكن بيتم ترتيب الصفوف دلوقتي، وأكيد الموسم ده إن شاء الله يكون أحسن كتير من الموسم اللي فات. طيب كرة السلة لسه خلصانة من أسبوعين، دخلوا في الموسم الجديد، لجنة المسابقات مفيش خلاص الأوف سيزون اتاخد مع كورونا، خلاص الموسمين لاحمين في بعض. الموسم الجديد هيبتدي يوم 11 أكتوبر مع دوري المرتبط، قسموا الفرق أربع مجموعات، النادي الأهلي معاه الزهور طلائع الجيش وطنطا. الأربع مجموعات دول التصفيات، خليني سريعا أقول لحضراتكم، المجموعة الأولى الاتحاد السكندري جزيرة الورد مصر التأمين والأولمبي، المجموعة الثالثة الجزيرة وطبعا مع حضراتكم المجموعات، المجموعة الثالثة الجزيرة الطيران سبورتنج المصرية للاتصالات، المجموعة الرابعة الزمالك سموحة أصحاب الجهات هيئة قناة السويس، طبعا الطيران وهيئة قناة السويس الوافدين الجدد على دوري الممتاز. حامل لقب السنة اللي فاتت كان الاتحاد السكندري، النادي الأهلي خد المركز الثالث بعد ما فاز على نادي الزمالك في مباراة تحديد أو المراكز على المركز الثالث أو البرونزية. كل التوفيق طبعا لرجال السلة، وزي ما احنا شايفين في لعيبة مشت ولعيبة جت، الحقيقة في برضو إحلال وتبديل والموضوع شغال يعني بسرعة لأن مفيش وقت، خلاص كلها أسبوع وعشر أيام، أسبوعين بالكتير ويبتدي دوري المرتبط. كل التوفيق لكابتن أشرف توفيق ورجال السلة، إن شاء الله السنة دي يعملوا موسم كويس بإذن الله، ونبتدي حصاد البطولات بناء على البناء اللي ابتدى من العام السابق. طيب خلينا نرجع لدوري السيدات أيضا، مرتبط السيدات لكرة السلة هيبتدي يوم 11 أكتوبر أيضا في نفس الميعاد، أربع مجموعات أيضا، النادي الأهلي وقع في مجموعة الأهلي معانا الزمالك الصيد الغابة، المجموعة الثانية سبورتنج مصر التأمين الزهور مدينة نصر، المجموعة الثالثة الشمس الترام الجزيرة جزيرة الجزيرة وجزيرة الورد، المجموعة الرابعة هليوبلس سموحة البنك الأهلي الأولمبي. دوري المرتبط اللي فتحنا حامل اللقب زي ما قلنا لحضراتكم، وأيضا السوبر فاز بيه النادي الأهلي أيضا بعد طبعا ما فزنا على سبورتنج 2-1. يمكن موسم التنقلات في السيدات أصبح سخونة لا تقل أبدا عن الرجال، وهقول لحضراتكم يعني الموضوع ده مع خبر كمان جاي، أصبح لا يقل أبدا عن موسم الرجال. شفنا المحترفين والأندية بتتسابق على المحترفين الأجانب، الحقيقة بقى دوري متابع جيدا حتى من الدول العربية الشقيقة، بقى متابعين دوري السيدات لكرة السلة، وده حاجة جميلة جدا، وأكيد هتعود بالمنتخب، هتعود على المنتخب بالنفع. طيب عندنا خبر كمان أسعدنا كتير، ثريا محمد نجمة الفريق الأول لكرة السلة الاتحاد الأفريقي، طبعا نجمة النادي الأهلي ومنتخب مصر، دي صورة طبعا ثرية، الاتحاد الأفريقي اختارها من أحسن 10 لاعبات، زي ما انتم شايفين مسمينها كيلو باترا، اللقب الذي أطلق عليها كيلو باترا، هي تستحق الحقيقة عن جدارة، هقول لكم ليه. طبعا الاتحاد الدولي اختار ثرية من أحسن 10 لاعبات في أفريقيا على آخر 10 سنوات. طيب ايه الانجازات اللي عملتها ثريا عشان تاخد كده؟ رقم واحد طبعا خدت بطوله افريقيا للمره الاولى مع منتخب مصر 3-3، ادي واحد. رقم اتنين خدت هداف بطوله افريقيا بسكور 85 نقطه. اربعه طبعا حصولها على بطولات كثيره مع النادي الاهلي، ده اهلها بشكل كبير انها تكون من احسن 10 لاعبات في افريقيا في العشر سنين. وخليني اقول لكم العشر سنين اللي فاتوا الاتحاد الدولي من قبليها اختار ثريا من ضمن احسن 10 لاعبات في 3-3 على مستوى العالم. فالحقيقه كل ده اهل ثريا بكل اريحيه انها تخش في احسن لاعبات كاول لاعبه مصريه تفوز بهذا اللقب او تتم اختيارها في الالقاب دي. كل التوفيق لثريا، والحقيقه نتمنى لها كل التوفيق، وكان ليها دور كبير خلي بالكم في حصد البطولات، ولسه مستنيين منها الكتير، ثريا لسه سنها صغير بتعشق النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي مستني منها الكتير. الف مبروك ثريا، برنامج الابطال الحقيقه بيهنيكي وبيربط على ايدك وبيقول لك كملي احنا وراك ان شاء الله، واكيد هتكوني مساهمه في بطولات كتيره تخش النادي الاهلي. طيب برضو احنا لسه جوه سيدات النادي الاهلي، طبعا كابتن رؤوف عبد القادر مدير نشاط الرياضي الحقيقه اللي بيبذل مجهود كبير جدا، وده زي ما بيقولوا الموسم بتاعه، الموسم طبعا صفقات بطولات استعدادات، هو الراجل يمكن عنده ضغطه كبيره جدا جدا
مع اللاعبين واللاعبات والاجهزه الفنيه، واكيد هيكون معانا ان شاء الله في حلقه في الابطال عشان يعني يبقى فيه زي حصاد للسنه اللي فاتت كلها بالبطولات والانجازات، وكمان الاستعداد للسنه الجايه اكيد هيكون معانا في حلقه مخصوصه بذلك. كابتن رؤوف عبد القادر والنشاط الرياضي اتنجحوا في التعاقد مع نادين السلعاوي. قصه نادين السلعاوي ابنه النادي الاهلي، طبعا ده صور لنادين. نادين ابنه النادي الاهلي سافرت امريكا، جالها طبعا كابتن السلعاوي، دكتور ياسر نصير، كابتن ماجد طبعا المدير الاداري. طبعا نادين اللي حصل ان هي سافرت امريكا، لعبت في دوري الجامعات بعد ما خلصت البطوله هناك، وعملت على فكره ماتشات كويسه جدا وخدت القاب كتيره هناك في امريكا. نادين بعد ما رجعت النادي الاهلي قالت لك طب انا عايز اجرب الاحتراف، النادي الاهلي اداها حريه الاختيار تماما وتستقرت، وبعد كده قالت لك لا خلاص انا صرفت النظر عن الاحتراف في المانيا، انا عايزه اقعد واكمل مشواري مع النادي الاهلي. دي طبعا جلسه توقيع نادين امبارح، كان كابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي حاضر الجلسه، وطبعا والدها الكابتن سلعاوي الكبير هداف بطوله اولمبياد لوس انجلوس. دي نادين. طبعا فرقه السله الفتره اللي جايه هتكون يعني فرقه مرعبه، انا بكلمكم بامانه مع الصفقات، وهنقول لكم كمان في صفقات جايه ان شاء الله في الطريق. الفريق هيبقى مرعب الحقيقه، واحنا يعني متفائلين بيه جدا. السنه اللي فاتت كان في برونزيه افريقيا، ان شاء الله بالتشكيله دي مع محترف كويس ممكن نوصل لنهائي افريقيا وناخد البطوله ان شاء الله. كاميرا الابطال راحت في يعني مراسم او احداث توقيع نادين السلعاوي، صورت التقرير ده، نشوف وارجع لحضراتكم. النادي الاهلي ده بيتي، فالواحد طبعا بيبقى سعيد جدا ان هو راجع بيته. احساسي احساس واحده كانت بعيده بقالها 4 سنين بره بيتها، ولسه راجعه السنه دي البيت بتاعها، فطبعا مبسوطه جدا ومبسوطه يعني بشكر جدا اداره النادي الاهلي كلها على اهتمامهم طبعا الكبير قوي قوي، والناس كانوا بتواصل دايما من اول لما قدرت ان انا انزل مصر، فمبسوطه من يعني من ترحيبهم جدا 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 ومقدره كل اللي حصل. المفاوضات بدات بعد ما السيزون بتاعي خلص في امريكا، وكانت بدات طبعا من قبليها ان هو لازم نادين ترجع بيتها وكده. طبعا كابتن علي هاشم متابعني لحظه بلحظه جيم بجيم من وانا هناك، وهو انت معايا انا عايزك، العي معايا السنه دي، العي معايا السنه دي. قلت له لا الاهلي بيسي، واكيد لما هنزل مصر يعني هاجي وهتكلم معاكوا وكده، وبدات المفاوضات بيننا وبين بعض. انا الحمد لله مبسوطه جدا ان احنا الاهلي يعني حاطط ذهب الحمد لله، كل سنه بيكسب، ان السنه دي قدروا يكسبوا بطوله الدوري والدوري العام وبطوله المرتبط. انا بسعى لتحقيق البطوله الافريقيه وبطوله العربيه ان شاء الله مع النادي الاهلي. كلامي كله مع مجلس الاداره وكابتن رؤوف، احنا بنقدر نحقق الحاجات المحليه وحاطين رجلينا فيها كويس جدا، والنقله الثانيه اللي احنا عايزين نكسب بطوله افريقيا ونقدر نحقق بطولات فيها وانجازات ونحط اسم النادي الاهلي لمكانته الطبيعيه، وبرده ان احنا نحقق ده البطوله الافريقيه حاجه اول مره في تاريخ النادي، فانا اسعى لتحقيق ده. الحقيقه طبعا هي كانت مرتبطه بانتهاء الدراسه الجامعيه بتاعتها بتاعت امريكا، فاحنا كنا متابعين وعارفين كويس قوي ان يعني في شهر 5 بالتحديد هتنتهي الدراسه بتاعتها، فعلى طول يعني كان في اتصال بيها، والعائله هي موجوده داخل النادي الاهلي يوميا متابعين وعارفين يعني تاريخ عودتها. يمكن تاخرت عشان ظروف كورونا شويه وقفل المطارات والحاجات دي، يعني هي اول ما وصلت يعني الحقيقه بيتها نادين من اول لحظه قالت ده بيتي، وانا ان انا راجعه وانا بوقع من غير اي لا شرط ولا اي حاجه خالص بالمره، لان ده بيتي. وبالتالي زي ما بقول ان احنا الحمد لله يعني 3 سنوات ورا بعض احنا مهيمنين على بطوله السوبر بالنسبه لمصر،
فالنهارده بقى في طموحات على المستوى الافريقي والعربي. انا على صعيد شخصي سعيد جدا لان انا يعني معجب جدا بطريقه الاداء الفني بتاعها. فمن وصفتي ان انا المسؤول عن الرياضه داخل النادي الاهلي كان من ضمن الامنيات الشخصيه ان انا الاقي نادين ترجع تاني. فبقول لها اهلا بيكي وجود لك باذن الله، ومع بعض نحقق طموحات جماهير النادي الاهلي باذن الله. الحمد لله يعني الصفقة دي قعدنا فيها حبة حلوين من ساعة الكورونا، كانت الدنيا مش مظبوطة وكده، لأن هي كان عندها ستيل لغاية امبارح كان عندها عروض احتراف كتير. فالحمد لله إن هي في الآخر يعني أما هي قررت إن هي السنة دي بسبب ظروف الكورونا وبسبب الحاجات اللي حاصلة والتأشيرات صعبة وكده، فهي أكيد يعني بدون أي تفكير هي كده كده بيتها النادي الأهلي. يعني لو هي هتلعب في حتة هي كده كده هتلعب في النادي الاهلي، يعني حاجه معروفه للكل ان اي حد في عائله السلاوي اكيد هيلعب في النادي الاهلي. السنه دي مع صفقات مع التدعيم مع الجهاز مع كابتن اشرف ان شاء الله الفرقه السنه دي قادره انها تعمل حاجات كويسه، قادره انها تبقى عند حسن ظن الجماهير ان شاء الله. انا متاكد 100% ان شاء الله ان السنه دي مش هتعدي الا يعني ان شاء الله واحنا كسبانين بطولتين او ثلاثه ان شاء الله. الحمد لله ان دين رجعت لبيتها، وهي كانت اصلا من اول او اهميتها او اولوياتها ان هي ترجع النادي الاهلي بعد ما تخلص الجامعه، والحمد لله اللي رجعت بيتها. وشعور طبيعي لان احنا كاسره كلنا في النادي الاهلي سواء انا واخوها او والدتها او هي، فشعور طبيعي يعني. والاهلي بيتنا هو، وانا بشكر مجلس الاداره وبشكر الكابتن رؤوف على الدعم اللي قدموه في لرجوعها. يعني بالنسبه للنادي اولا ان هو ربنا يوفق النادي في ان هو يقدر ياخد بطولات اللي جايه بقى ويطلعوا من الصعيد اللي هو الاقليمي للصعيد العربي والدولي والافريقي، وان شاء الله يشتركوا بطوله افريقيا وتدخل بطوله افريقيا النادي الاهلي وترجع تاني كره السله السيدات. وهي بدات من قبل ما تيجي نادين، هي بدأت انها ترجع وتتحط على خريطة القارة سواء افريقيا او عربية ان شاء الله. ما اشبه اليوم بالبارحة. حقيقة انا لما مضيت في النادي الاهلي مضيت في مع كابتن رؤوف عبد القادر كان مدير نشاط الرياضي وكان في مكتبه. الحقيقة وأنا بتفرج على التقرير فكرتني بذكريات حلوة، وكان في مجموعة من القاعدين كانوا موجودين، يعني كابتن رؤوف عبد القادر وكان وكيل اللاعبين برضو كان محمد يوسف قاعد. يعني قصدي أقول لكم إن هو الأجواء دي كانت مقربة. فالحقيقة نادين صفقة جيدة بنت النادي الأهلي. شفنا طبعا كابتن سلعاوي وكابتن أحمد السلعاوي، أحمد السلعاوي طبعا نجم منتخب مصر ونجم الفريق الأول أخو طبعا نادين، وشفنا كابتن سلعاوي بيتكلم أكيد إن شاء الله. بس نادين طبعا أكيد عليها عبء كبير، هي جاية على فرقة بطل وإن شاء الله محتاجين نحافظ على البطولة. كل التوفيق نادين وكل التوفيق للفريق الأول لكرة السلة السيدة. فاكرين ميار شريف؟ حقيقة ميار شريف لعبة التنس الأرضي. لو تفتكروا إحنا من أول حلقة أو تاني حلقة كلمنا عن ميار. حقيقة ما كانش حد واخد باله كتير من ميار وصفوة لعبة التنس الأرضي أحسن لاعبين في مصر دلوقتي في الرانك العالمي. بس إحنا كنا واخدين بالنا كويس وحطينا الضوء على ميار كتير. وميار الحقيقة بنت النادي الأهلي وما خذلتش مصر وعملت إنجازات كبيرة جدا. أول إنجازاتها تأهلت لأولمبياد طوكيو 2020، هتلعب السنة الجاية في 2021. ميار كمان في دي صورة ميار. ميار في بطولة فرنسا المفتوحة المعروفة باسم رولان جاروس، ميار أول مصرية تكسب 3 مباريات وتتأهل للميندرو أو القرعة الرئيسية. يعني إيه القرعة الرئيسية؟ أي تصنيف أي لاعب مصنف عند تصنيف معين مثلا، فلنقل مثلا 100 تصنيف الاول، ال 100 لاعب الاولانيين او ال 100 لعيب المصنفين الاولانيين بيخشوا على المين درو او النهائيات على طول. اللاعبين اللي تصنيفهم متاخر شويه بيخشوا في التصفيات. ميار دخلت كسبت 3 ماتشات ورا بعض وتاهلت للنهائيات في بطوله فرنسا كاول مصريه في التاريخ تعمل الانجاز ده. ووصلت في الرانك بتاعها من 170 وصلت ل 152. طيب ميار بتلعب النهارده ماتش، كسبت 3 مباريات في التمهيدي، كسبت الكولومبيه ماريا اول ماتش، كسبت الامريكيه كاتي ماكنالي الماتش الثاني،
كسبت الإيطالية جوليا الجاتو، كسبتهم ثلاث ماتشات ورا بعض. طلعت المباراة النهاردة بتلعب مباراتها الأولانية على الملعب الرئيسي في رولان جاروس كأول مصرية تحقق هذا اللقب. احنا الحقيقة حاولنا نوصل لميار، ولكن طبعا هي مركزة في البطولة، عاملة ماتشات كويسة، عاملة تاريخ كويس جدا، وكلنا وراها، لأن يعني احنا عندنا من البنية الأساسية ومن اللعيبة ما يؤهلنا ان احنا ننافس في هذه الألعاب بكل سهولة. وهنفضل ورا أبطالنا في كل مكان، وهنفضل متابعين ميار، وإن شاء الله تبقى معانا قريب. وفي خبر تاني متعلق بميار، كابتن عمرو الهمشري رئيس جهاز التنس الأرضي في النادي الأهلي اتصلنا بيه وقلنا له إيه رأيك في الإنجاز اللي عملته، طبعا كابتن عمرو الهمشري اللي عملته ميار. الراجل قال إنه سعيد جدا بالإنجاز ده، وقال إن ميار شريف لاعبة النادي الأهلي في بطولة رولان جاروس عملت إنجاز تاريخي، وإن فوز ميار والوصول للدور الرئيسي إنجاز بيتحقق لأول مرة. وأكد الهمشري إن اللي بتعمله ميار شريف ده إنجاز كبير جدا، وده عشان هي كمان اتحدت الظروف الصعبة اللي واجهت العالم بشكل عام والرياضة بشكل خاص بعد انتشار فيروس كورونا. الحقيقة كل التوفيق لميار، ونفضل متابعها ونتمنى لها إن شاء الله الفوز النهاردة في مباراتها المصرية، ويا رب تكسب وتطلع للدور اللي بعد كده عشان تصعب المهمة على من يجي بعديها يعني إن شاء الله. طيب خلينا احنا لسه جوه اخبار النادي الاهلي، جوه جدران النادي الاهلي، العاب القوه. العاب القوه عندنا احنا اقوى نادي في مصر في العاب القوه. خلي بالكم، شوف احنا بنتنقل بين العاب ميزانيه ضخمه جدا النادي الاهلي حاططها لهذه الالعاب، انفاق عالي جدا. الانفاق ده كله رايح ليه؟ في اعداد اللاعبين في الاخر هو منتخب مصر. النادي الاهلي بيقدم لعيبه على مستوى عالي في العاب القوه لمنتخب مصر. الدرع العام لبطوله 18 سنه النادي الاهلي بيقرب انه يحصد هذا الكاس. احنا امبارح عملنا نتائج كويسه، المباريات لسه شغاله دلوقتي او خلصانه من ساعه ونص. طبعا عقبال ما بيجمعوا النتائج بياخدوا وقت، فمش هنعرف نقول لكم النتيجه، بس احنا ان شاء الله واثقين ان الدرع العام هناخده ان شاء الله. طب مين اللعيبه اللي بيقدمها النادي الاهلي والمرشحين في العاب القوه ان هم ياخدوا ميداليه في طوكيو؟ عندنا مصطفى الجمل، ايهاب عبد الرحمن، حسن عبد الجواد، محمد مجدي حمزه، شهاب عبد العزيز، ولعيبه كتير النادي الاهلي بيقدمهم لمنتخب مصر وبيعدهم كمان لمنتخب مصر. كل التوفيق لابطالنا، واكيد ان شاء الله بعد الموسم ما ينتهي الالعاب القوه هيكون معانا الابطال دي، وهنشوف اعدادهم لاولمبياد طوكيو ماشي ازاي، وهنبقى معاهم في كل اماكن. طيب احنا كده خلصنا الاخبار اللي داخل جدران النادي الاهلي، هنطلع لفاصل اعلاني وارجع لحضراتكم تاني، ابقوا معنا. اهلا بحضراتكم من جديد، بستأنف معاكم اخبارنا المحليه. الاتحاد الدولي لكره اليد برئاسه الدكتور حسن مصطفى قرر في كاس العالم القادم اللي هيتلعب في مصر زياده عدد اللاعبين في قائمه الفريق الواحد من 18 من 16 ل 18 لاعب. طب زود ليه الاثنين لعيبه دول؟ لانه طبعا انتوا عارفين ان الكاس العالم ده بيتلعب في ظروف استثنائيه، فلا قدر الله لو لاعب او اثنين اتصابوا بكورونا هتبقى ازمه في كل فرقه، خاصة أنه بيسجل 16 لاعب في المباراة. آسف، هيزود عدد اللاعبين من 18 ل 20، هيزود عدد اللاعبين اللي بيسجلوا من 18 لاعب ل 20 لاعب، لأن كل مباراة هيسجل فيها 16، يبقى عنده أربعة احتياطي. لا قدر الله لو حصل حاجة، كان في لا قدر الله إصابة أحد اللاعبين بكورونا، حصل مشكلة، حصل بتاعي، يبقى في أربع لاعبين. طب ده هيستمر بعد كده؟ لا، ده الكأس العالم ده بس عشان الظروف اللي بيعيشها العالم كله. فالحقيقه كان قرار موفق من الاتحاد الدولي، والحقيقه لما بيبقى فيه مرونه من الاتحادات حتى المحليه او الدوليه في اتخاذ قرارات من شانها ان هي تسهل الدنيا على اللعيبه بيبقى احسن. ودايما اتحاد اليد بامانه او اسره اليد عندهم الحته دي، دايما بتلاقي عندهم مرونه في القرارات، وعندهم قرارات جديده بياخدوها، وهوب بتلاقي كل الاتحادات راحت واخده القرارات دي منهم. فالحقيقه الدكتور حسن مصطفى زي ما عودنا برضه قرار جريء وقرار مهم الحقيقه في ظروف زي دي، عشان ما فيش فرقه توصل للنهايات تبقى خسرت لعيب واثنين وثلاثه واربعه. طبعا الخبر الثاني، اللواء احمد الفولي نائب رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو في ذمه الله. طبعا احنا بننعاك في اسره برنامج الابطال، هذا الرجل اللواء احمد الفولي من احد الرجال الوطنيين، لواء الشرطه السابق، وهو الان يعني نائب رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو، نائب رئيس او منظمه التضامن الاسلامي، كان رئيس نادي الزهور السابق، نائب رئيس اللجنه الاولمبيه المصريه السابق، وكان رئيس اتحاد التايكوندو ايضا السابق.
وتوفى بعد رحله طويله مع مرض القلب، يعني ربنا يرحمه. وخالص التعازي لاسره اللواء الفولي واللي كنا بنعتز بيه جدا، والحاجات اللي قدمها لمصر كتير، واللي اخرها انه اقنع مسؤول الاتحاد الدولي تنظيم بطوله مصر او كاس الرئيس اللي هتتلعب في مصر شهر 12 اللي جاي، بعد ما اعتذر الكوت ديفوار عن هذه البطوله. رحمك الله سياده اللواء احمد الفولي. وعلى فكره فيه وزير الشباب والرياضه نعى اللواء احمد الفولي على صفحته، وايضا اللجنه الاولمبيه، وشفنا المستشار الدمرداش رئيس نادي الزهور ايضا بينعى الفقيد على صفحته. يعني الراجل كان دامس الخلق وكان محب جدا لكل الرياضيين في مصر. طيب بكره هتنطلق بطوله الثمانيه للسكواش. بطوله الثمانيه للسكواش بيشارك فيها اكبر ثمانيه في العالم، او الرانكد من 1 لـ 8. عندنا 4 في الولاد و4 في البنات، في البنات بيشاركوا. في السيدات عندنا نور الشربيني ونوران جوهر في مجموعه، والمجموعه الثانيه نور الطيب وهانيا الحمحمي. بالنسبه للرجال فرج علي فرج بيشارك وكريم عبد الجواد في مجموعه، والمجموعه الثانيه طارق مؤمن ومروان الشرباجي. يمكن بطوله مانشستر الدوليه واللي خلصت من ايام في انجلترا فاز بيها محمد الشرباجي ونور الطيب. كل التوفيق طبعا للرجال وسيدات مصر في الاسكواش، ان شاء الله نشوف منهم يعني الثلاث مراكز الاولى في هذه البطوله. وزير الرياضه كمان بالنسبه للاسكواش ايضا كان بيتابع مع مدير البطوله، اجتمع طبعا مع عمرو منسي مدير البطوله، بطوله مصر الدوليه للسكواش اللي هتتلعب في مصر ان شاء الله من 10 ل 17 اكتوبر، بطوله مهمه جدا، وهتلعب طبعا عند سفح الاهرامات، وهتبقى المنافسه للرجال والسيدات، وهيشارك فيها 96 لعيب من 19 دوله، مجموع جوائزها 540 الف دولار. والملاعب ماتشات الاولى طبعا عشان بيبقى فيها ماتشات كتير هتتلعب في نيو جيزه او ملاعب نادي نيو جيزه، وهتتنقل طبعا على الملعب الزجاجي في سفح الاهرامات يوم 12 اكتوبر. كل التوفيق طبعا للاعبينا اللي هيشاركوا مع او المصريين اللي بيمثلوا مصر في هذه البطوله. خلصنا كده اخبارنا المحليه، هنروح لاخبارنا العالميه. يمكن اهم اخبار عالميه دلوقتي التنس والباسكت بول. الباسكت بول في الدوري الان بي او الدوري المحترفين الامريكي، الليكرز حسم طبعا البطوله الجانب الغربي. زي ما قلنا لحضراتكم ان الان بي اي بيبقى من كتر الفرق او الولايات بيبقى فيه الجانب الشرقي والجانب الغربي. الجانب الغربي خلص خلاص، واللي فاز بيه ليكرز. الناحيه الثانيه بيلعب بوستن سيلتكس في الجانب الشرقي مع ميامي هيت. اللي هيفوز من ميامي هيت او بوستن سيلتكس هيقابل الليكرز. الحقيقه ليبرون جيمس صاحب اعلى ارقام في اللاعبين على مستوى التاريخ. الحقيقه نجح انه يعني يعدي فرقته لبر الامان قدام ناجتس وفاز 4-1. ليبرون في اخر مباراه طبعا موراي ده لاعب ناجتس اتصاب بعد اول مباراه، ده ليبرون جيمس حط طبعا 30 نقطه وخلصت النتيجه 117-107. وموراي اللاعب اللي حط الباسكت ده اتصاب وخرج بعد الشوط الاول وحط 19 نقطه، يمكن ده اللي فرق معاهم في الاصابه، جمال موراي اللي اتصاب بعد الشوط الاول. You can see Jamal walking with a little bit of a limp. He's dealing with a right knee contusion. Howard turns baseline. Ooh, tough shot goes down for Dwight Howard. Porter on the cut. Oh, he's met at the rim by Davis. Porter had a cock back. He was ready to throw it down. Davis denies him. Last shot opportunity for LA. Davis, he'll pull the three. Oh, Davis hits it with 1 second left. Davis gives LA a three-point lead. Back in transition go the Lakers. And LeBron is fouled. And count the basket. I gotta see this again. 16. There's the foul right there, yeah. Well, fast break points. He picked the ball up and he even said, wait a minute, it's a foul. There's Jokic on the drive. The reverse is good and a foul. Comeback kids will not go away. Beautiful move. I mean, this is just انا عايز اقول لكم ان الليكرز في دويتو جامد جدا، انتوني ديفيدز وليبرون جيمس، الاثنين الحقيقه بيطلعوا حاطين 50 60 بونت اكتر كمان، يمكن 70 نقطه كل ماتش. الحقيقه من دي 1 وبعد الصفقات دي الليكرز كان مرشح بقوه وما زال ايضا حتى يوصل للفاينل، وعايزين يكسبوا هم الام بي اي دلوقتي بعد ما يلعبوا بطل المنطقه الشرقيه عشان يهدوا هذا المكسب لروح الراحل كوبي براين لاعب ليكرز اللي توفى في حادثه طيار هليكوبتر من حوالي 3 4 شهور فاتوا. هم عايزين يكسبوا عشان يهدوا هذا الفوز لروح كوبي براين. نروح للتنس. تمام، التنس الحقيقه يمكن بطوله رولان جاروس هي الحدث الاهم دلوقتي في التنس. سيرينا ويليامز اللعيبه القاطره البشريه اللي عندها 40 سنه مخضرمه، والحقيقه طبعا دي سيرينا ويليامز
احد اهم اللاعبين اللاعبات في تاريخ التنس، واللي غيرت المبدا ان اصحاب او الابطال بيبقوا اصحاب البشره البيضاء، ولكن من بعد ما سيرينا جت غيرت كل المقاييس وكل المعايير. والحقيقه سيرينا ويليامز بتتمرن بشكل قوي جدا عشان توصل لبطولتها اللقب ال24. طبعا دي احد او لقطات من تدريبها طبعا القوي قبل انطلاق هذه البطوله، وهي طبعا هتخش على الادوار النهائيه لان الرانك بتاعها متقدم. احنا لسه في نفس البطوله، يمكن بالنسبه للرجال نوفاك طبعا دوكوفيتش ودومينيك ثيم الاثنين عملوا تمرينه مع بعض، انتوا عارفين ده المصنف الاول وده المصنف دومينيك المصنف الثالث. نوفاك ودومينيك عملوا تمرينه مع بعض، هم مش قابلوا بعض في التصفيات بس عايزين يقووا بعض، ما انت محتاج تلعب مباراه مهمه او جامده قبل الايه قبل البطوله. طبعا انت عندك طبعا نوفاك بيدور على لقبه ال18 عشان يقرب من رافائيل نادال المصنف الثاني، ده طبعا نوفاك بلقب واحد عايز يكسب البطوله دي عشان يبقى 18، يبقى بينه وبين نادال لقب ويبقى مع روجر فريدر لقبين. صراحه حاجه ممتعه جدا بامانه التنس، يعني من اللعبات الصعبه جدا واللعبات الممتعه في نفس الوقت، صعبه على اللعيبه وممتعه للجمهور. يمكن احنا اتكلمنا على نوفاك واتكلمنا عن تيم دومينيك، ولكن رافائيل نادال اللي هو اللاعب الاكثر تاريخا طبعا واللاعب الاسباني مشارك والمصنف رقم 2 في البطوله، الحقيقه برضو عنده ماتش قوي قدام البيلاروسي ايجور جراسيموف. ده طبعا نادال احد اعظم اللاعبين في التاريخ كله الحقيقه، ونادال طبعا بيسعى للفوز باللقب للمره ال13 في تاريخه، خد البطوله دي 12 مره قبل كده وطبعا ده بيسموه فارس الملاعب الترابيه. ليه؟ لانه استاذ على فكره التنس بيتلعب على كذا ملعب، الملاعب الترابيه دي من اصعب الملاعب، هو فارس الملاعب الترابيه وخد البطوله دي 12 مره قبل كده. في نفس الوقت او يعني قبل يومين ثلاثه من انطلاق البطوله كان في طبعا بطوله ستارسبورج تتلعب برضو للتنس، وكان في بعض اللاعبات مشاركين هناك عشان استعداد لبطولة رولان جاروس. طبعا الأوكرانية إلينا سيفولينا طبعا فازت بالبطولة للتنس، وفازت طبعا على الكازاخستان أو كازاخستانية إلينا ريبياكينا في المباراة النهائية، وفازت 2-1 في الأشواط، وخدت المباراة طبعا البيلاروس الأوكرانية إلينا خدت الماتش ده أو البطولة دي زي تسخين كده أو ورم أب قبل ما تروح تشارك في رولان جاروس. Thank you very much. نطير على اليابان. طبعا رئيس الوزراء الجديد اللي اتولى المهمة قريب يوشيهيدي سوجا صرح تصريح أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وقال سنبذل قصارى جهدنا لأن تكون الألعاب أو الألعاب طبعا الأولمبية في غاية السلامة والأمان. اليابان مركزة قوي 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 في دورة الألعاب الأولمبية الجاية عشان تعرفوا قيمة الرياضة بالنسبة لهذه الشعوب، الشعوب المتقدمة والمنظمة شايفين أن تنظيمات الأولمبيات عايزين يطلعوا بيها بشكل جيد، وإحنا الحقيقة منتظرين ده، هنجي نشوف اليابان هتعمل لنا إيه جديد في دورة الألعاب الأولمبية. طيب كده انتهت أخبارنا العالمية. هطلع لفاصل سريع وارجع عشان أستضيف أو نستقبل ضيفنا عريس الألعاب
الجمعية الكابتن محمد مصالح ميدو، ولكن بعد الفاصل ابقوا معنا. اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه طبعا برحب بضيفي جوزيه الكره الطائره في النادي الاهلي الكابتن محمد مصالح ميدو، واللي حصل على 3 بطولات هذا السنه دي و9 بطولات في 3 سنين. اهلا بيك يا كابتن. ازيك يا كابتن هاشم؟ الحمد لله، منورنا وفخورين بيك جدا جدا جدا. والله الحمد لله، الحمد لله. يعني يمكن 3 بطولات وكان موسم استثنائي، وقابلت لك صعوبات، اصابات، اعداد متقطع، يعني موسم كان صعب يا كابتن. تمام، يعني هو موسم مش صعب، بس هنقسمه طبعا لو حبيت نقسمه قبل الكورونا وبعد الكورونا. صحيح. نهايه الموسم اللي فات كانت 23/4 بعد ماتش الزمالك، كسبناه 3-0. 1/5 كان تم استدعاء 10 لعيبه للمنتخب. تمام. 1/5 كان لازم فرقه المنتخب كانت تستدعى لخوض تقريبا 7 بطولات في الصيف. صحيح. منهم كان 10 لعيبه من عندنا، عبد الله وحسام وقطب وصلاح وسعيد وعبد العال وعادل وعبد الرحمن وعب ومنعم كانوا مصابين، كانوا في الاخر يعني اصابات في الركبه، اصابات في الركبه، فاعتذروا عن البدايه الاولانيه. وكان معايا رؤوف وعبد اللطيف ورمضان ومعوض وابو السعود ومنعم، ابتدى كان في اواخر تاهيله يعني، فابتدى يخش واحده واحده معانا. فابتدينا ان احنا نعمل اعداد عادي خالص طبيعي يعني. ابتديت استدعي 10 من اللعيبه الناشئين عشان خاطر اعمل، انا حاولت ان انا ما العبش الدوري، الادوار التمهيديه ما كانتش فارقه لان نتيجتنا ما كانتش محسوبه يعني، لكن استدعيت 10 ناشئين عشان برضو يبقى التمرين فيه نديه وتبقى الدنيا مظبوطه واقدر اكمل 6 حتى في الملعب. فاستدعيت يعني بادئ بشورتج جامد جدا في اللعيبه. استدعيت الصافي ومرجان، عمر اكرم، الحسيني، زياد اسامه ولد صغير عنده 17 سنه، عمر شريف، مروان صافي، انس شوقي، عمر زكريا، محمد عثمان، 10 مع اللي انا قلت لك عليهم دول. ابتدينا نعمل فرقه ونتمرن ونلعب، مش كده وبس يعني، ابتدى الضغط النفسي علينا ان احنا لازم نكمل 100 ماتش بدون خساره. كان طبعا الانجاز اللي اتكلمنا عنه كتير ومران وتكرار 100 مباراه، انت كنت عايز تحافظ عليه. احافظ عليه ويعني والجمهور كان نفسه قوي ان احنا نحافظ عليه. فابتدى الضغط النفسي ان انا معايا لعيبه صغيره، اتحطيت حتى في مجموعه مش سهله بالنسبه للناس اللي معايا، اتحطيت في مجموعه جزيره الورد والطيران وهليوبليس وشرقيه للدخان، دول 3 فرق كانوا جايين، والزهور كان معانا، دوري رايح جاي. الولاد دول بالصغيرين بصراحه كانوا قدوا المسؤوليه ما شاء الله، وكسبنا، عدينا المرحله دي لغايه لما الولاد بقى بتوع المنتخب. هي دي بقى المشكله كبيره جدا، مش مشكله، هي كانت طبعا لعبوا تصفيات العاب افريقيه، لعبوا تصفيات العاب اولمبيه، لعبوا بطوله التحدي، لعبوا بطوله الامم الافريقيه اللي كانت في مصر هنا، لا كانت في تونس. الامم الافريقيه كانت في تونس، لعبوا الالعاب الافريقيه كانت في المغرب، ولعبوا بطوله كاس العالم. دي طبعا انهاك للعيبه كلها. اللعيبه جات لك خلصانه ست ماتشات. كويس. كملنا الدوري، وبعدين ابتدى بقى الدوري رايح جاي 12 فرقه. لعبنا اول 7 ماتشات الحمد لله كسبناهم، كملنا الماتش ال100 بماتش سموحه، والدوري توقف يوم 29/11 لغايه عشان تصفيات الاولمبياد. تمام. لعبنا الولاد راحوا تصفيات الاولمبياد، للاسف الشديد كان في اخفاق وكانت ضربه قويه جدا لمصر. انت لازم تلم. صحيح. جايين نفسيا محطمين تماما. دي اللي كانت في مصر بقى كده، دي اللي كانت في مصر، خسرنا من تونس 3-0. فدي كانت صعبه جدا على فكره. صحيح. المنتخب كان عمل اعداد رهيب يعني. كان في معسكرات كويسه جدا، لكن طبعا كان ما توفقناش، كانت انتكاسه كبيره جدا عليا قبل اي حد طبعا، لان اكبر عدد لاعبين عندك. تمام. واللعيبه الكبار مش واخده على الخساره يعني، فعلا كان حالتهم النفسيه كانت صعبه جدا. لعبت ماتش القناه، وبعديها كان ماتش الزمالك اللي خسرناه. ده بتاع الدور الاول، بتاع الدور الاول. كان في ظروف برده، عبد الله والدته كانت عملت حادثه يعني، وكان هو مش موجود يعني تقريبا بصفه دايمه، لكنه صمم ان هو كان يجي في تمرينات كتير. لكن عدينا المرحله دي، وبعد كده لعبت ماتش الجيش، وبعدين سافرنا السعوديه معسكر اعداد للبطوله العربيه. دي كان الحمد لله قدرنا نعمل المعسكر، كان نادي الوحده الدعوه يعني. عملنا هناك ماتشين، رجعت لعبت ماتش سبورتنج ولعبت البطوله العربيه. طبعا البطوله العربيه في خلال الشهر 12 جالي جواب ان انت هتشارك ولا لا. كابتن رؤوف استدعاني
قال لي هتشارك ولا لا؟ رايك ايه، هتشارك ولا لا؟ تمام، انا طبعا وافقت. خلي بال حضرتك برضو انا بس اهو، ان احنا البطولتين اللي فاتوا ما اشتركناش في البطوله العربيه، السنتين اللي فاتوا لا احنا بقالنا كتير جدا مش شاركنا. يعني قصدي اقول لك لا، انا بتكلم على الثلاث سنين اللي خدنا فيهم مشاركه. تمام، لا لا ما خدناش بطوله عربيه او ما شاركناش، دي كانت اول مشاركه وبعد فتره كمان طويله. تمام. فكان طبعا قرار صعب بتاع لحضرتك، لان هي بتبقى في اول الموسم ومجهده وبتلعب شمال افريقيا، يعني البطوله برضو ثقيله. هي انا بصراحه طمعت، لان انا الحمد لله عندي لعيبه يقدروا لعيبه يقدروا ان هم يحافظوا على الكلام ده، لكن فعلا الجهات كان واضح عليهم جدا، وانا ما كنتش اقدر اتراجع عن القرار اللي انا خدته قدام مجلس الاداره، ان انا خلاص هشارك في البطوله العربيه، لان الاداء كان قلقني. وفعلا البطوله العربيه في اولها سواء وقعنا في لعبنا 6 ماتشات فيها، الدور الاولاني الحمد لله كسبناه كله، الدور الثمانيه كان 3-2 الجمهور قلق، الدور قبل النهائي 3-2 الجمهور فعلا ابتدى في نديه بس برضو الاداء فعلا يعني هم ليهم حق طبعا. الجمهور كان ما كانش بس ماتش الزمالك بقى كان اداء اكتر من رائع في الدور النهائي، في ماتش النهائي 3-0، وكان فرقه فعلا في مستوى عالي جدا، قدرنا الحمد لله ان احنا نحقق البطوله. عندك لعيبه من ذهب يا كابتن ما شاء الله في وقت الجد، كنز يعني، اول بس ما بتشيل التراب من عليه كده يبان ما في، هم بصراحه كنز وما فيش تراب ولا اي حاجه. لا ما شاء الله، لا الاجهاد قصدي الاجهاد، يعني الاجهاد لما زاد عليهم بس نفضوا الاجهاد كده. بالك حضرتك ده كل ده بالاجهاد، يعني كل ده بالاجهاد. طبعا المهم الحمد لله ربنا اكرمنا جدا بالبطوله العربيه. الفرقه كانت طالعه كويسه جدا، لعبنا 3 ماتشات بعديها، لعبنا ماتش الشرقيه الدخان في الكاس، ولعبنا الشمس، ولعبنا الاتحاد، وتوقف النشاط الكورونا لغايه كده. طب خلينا يا كابتن نقف عند هنا. تمام، وهنروح لتقرير كده عملناه عن يعني سير الفرقه في البطوله، تقرير نشوفه مع حضرتك، ونرجع نشوف بقى بعد كورونا ايه اللي حصل. اعزائي المشاهدين هنطلع لتقرير طبعا عن الفريق وعن البطوله، ونشوف التقييد ونرجع نستكمل حوارنا مع كابتن محمد مصلحي ميدو. طائرة رجال الأهلي على موعد مع معانقة المجد بحصد الثلاثية التاريخية. استهل الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي مشواره الحافل بالبطولات عن طريق العودة للمشاركة في البطولة العربية للأندية، والتي استضافتها مصر في فبراير من العام الجاري، ونجح الفريق في التربع على قمة المجموعة الأولى للبطولة بعدما حقق الفوز على السيب العماني وأساريا الليبي وخبيل اليمني على الترتيب، ليضرب موعدا مع السلام العماني في إطار منافسات دور الربع النهائي، ويتغلب عليه بنتيجة 3-2، ثم تخطى عقبة الأهلي البحريني بالنتيجة ذاتها ليتأهل إلى المباراة النهائية لمواجهة المنافس التقليدي الزمالك في نهائي مصري خالص، انتهى بفوز معتاد للأهلي بثلاثة أشواط دون رد، لينجح الماسترز في التتويج باللقب ومعانقة المعدن النفيس للمرة السابعة في تاريخ المشاركات بالبطولة، معادلا الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب والمسجل باسم الصفاقسي التونسي. مسيرة الشياطين الحمر توقفت قليلا نظرا لتوقف النشاط الرياضي بعد تفشي فيروس كورونا المستجد، لتشرق شمس الماسترز مجددا مع استئناف النشاط الرياضي في ظل بروتوكول صحي صارم وإجراءات احترازية مشددة، ليتمكن الفريق من الحفاظ على لقب بطولة الدوري الممتاز للموسم الثالث على التوالي وللمرة 32 في تاريخه قبل نهاية المسابقة بجولة واحدة، معززا رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب. وأنهى رجال طائرة الأهلي الموسم بطلا للدوري بعدما حقق 20 انتصارا منهم 14 فوزا بنتيجة 3-0 و6 مباريات بنتيجة 3-1، واستقبل الفريق خسارتين بنتيجة 3-1 لم تؤثرا في تتويجه باللقب بعدما جمع 60 نقطة وبفارق نقطتين عن الوصيف، ليتفرغ الفريق الأحمر إلى بطولة كأس مصر والتي أبى أن تغادر دولاب بطولات المارد الأحمر. فبعد أن تجاوز الأدوار التمهيدية بالتغلب على الشرقية للدخان، التقى بفريق الشمس في دور الربع النهائي قبل أن يضرب موعدا مع المنافس التقليدي الزمالك في دربي شديد السخونة على خلفية الفوز الذي حققه الأبيض في ختام منافسات الدوري، رغم أنها خسارة لم تؤثر في تتويج الأهلي باللقب، ليأتي الرد في مواجهة نصف نهائي كأس مصر
ليرد الماسترز بقوة على الانتقادات ويفوز بثلاثة أشواط دون رد قبل أن يضرب طلائع الجيش بنفس النتيجة في المباراة النهائية، ليختتم رجال طائرة الأهلي الموسم بتحقيق الثلاثية التاريخية مواصلا تربعه على عرش الكرة الطائرة محليا بحصد لقبي الدوري وكأس مصر، وإقليمية بحصد لقب البطولة العربية، بالإضافة لكونه حامل لقب البطولة الإفريقية للأندية أبطال الدوري والتي استضافها النادي الأهلي شهر أبريل من العام الماضي. اهلا بحضراتكم من جديد. مشوار طويل، مشوار صعب، والحقيقه رجال الطائره كانوا بالميعاد المناسب والزمان المناسب، وثلاث بطولات في سنه وتسع بطولات في ثلاث سنوات. يمكن تسترجع يا كابتن انت مع اللقطات واحنا بنتفرج على التقرير لقيتك سرحان ورايح كده طبعا في تفاصيل احنا ما نعرفهاش. اكيد احنا قبل الفاصل كنا وقفنا عند كورونا وتوقف كورونا والعوده، فكان عندك بعد العوده مشكله كبيره جدا يا كابتن. تمام، احنا وقفنا يوم 15/3 بعد كورونا. انت برضو في فتره ضغط عصبي، انت مش عارف هتكمل الموسم ولا لا، اللعيبه ايه ظروفها، الوزن ايه ظروفه، اللياقه البدنيه، هتتواصل مع اللعيبه ازاي كمان. فالدنيا كانت صعبه جدا بالنسبه لي، ان انا يعني انا متابع، كنت متابع الوزن كويس قوي، اكتر من كده ما اقدرش خالص يعني، لان انا طبعا الرياضه برضو محتاجه ادوات ومحتاجه مكان كبير وما الى ذلك، فكنت متابع الوزن كويس جدا معاهم لغايه لما الحمد لله الدوله اصدرت قرار برجوع النشاط الرياضي يوم 1/7. كان في لازم، كان كنا الاهلي كان متبع، لازم كان نتبع البروتوكول بالظبط يعني. فيوم 1/7 لغايه 15/7 اتقسمت الفتره دي. انا بصراحه يعني عشان الدكتور حسن عبد المجيد المخطط الاحمال كان معايا، كان له دور كبير جدا في الفتره دي، احنا شغالين بيه جامد جدا بصراحه يعني. فكان من 1/7 لغايه 15/7 ابتدينا في نادي اهلي مدينه نصر، خدنا ادواتنا معانا وابتدينا في الهواء الطلقي كده، شفنا التمرين، نبتدي يعني تأهيل عام للجسم وما الى ذلك، لان طبعا عضلات ما كانتش فيه خالص بالنسبه للعيبه. من يوم 16/7 لغايه 20/8 يا كابتن هيثم كان مميت، فتره مميته للعيبه، كان صبح كانت صبح وبعد الظهر رهيبه يعني. فتره طبعا ان انا ارجع تاني جزء من المهارات الفنيه زائد اللياقه البدنيه في الجيم، ضيق خاصه انت داخل بقى على ايه، على ماتشات من ليفل 1 بالظبط كده. فهو ده كان دور حسن بقى في الوقت ده مهم جدا. المرحله الثالثه بتاعتي انا بقى وجهازي الفني، احنا طبعا التكتيك بقى، التكتكس والشغل اللي بقى في الملعب دي، كل مرحله كانت خدت تقريبا. كنتش خايف لعيب يتصاب منك بعد الشر او حد يقع منك؟ دور حسن، ما هو انا بقول لحد ده دور حسن. الحمد لله رب العالمين، معايا راجل يعني محترم، دكتور كويس جدا، عارف هو بيعمل ايه، ومعايا جهاز طبي الحمد لله. هنيجي بعد كده للجهاز الفني كله طبعاً، لانه له كل التحيه والتقدير عندي. ابتدينا مرحلة بقى التكتيك في الديت، وبعدين ابتدينا الماتشات. ابتدينا الماتشات، انا كان ليا ماتشين مؤجلين مع الطيران وبتروجيت، انا ابتديت قبل الناس كلها. لعبت اربع ماتشات في 10 ايام تقريبا يا كابتن، في 8 ايام. 8 ايام لعبت ماتش الطيران، لعبت ماتش بتروجيت، لعبت ماتش الشمس في الكاس، ولعبت ماتش سموحه، ده كان اخر لعب. فيوم 28 وابتدينا الدوري بقى يوم كل يوم اثنين وجمعه، لغايه لما الحمد لله ان احنا ركبنا الدوري، سيبنا الجيش وخدنا الدوري الحمد لله. جينا الماتش الزمالك اللي الناس كلها زعلت عليه ان احنا خسرنا، انا ما كانش يهمني خالص الماتش ده، كان يهمني جدا فيه بعض النقط الفنيه. اولها كان بصراحه احمد قطب كان لازم ياخد ماتش جامد زي دوت. احمد قطب كان مهم جدا ان هو يشيل الماتش، والحمد لله ارقامه على فكره في السكاوتنج كانت كويسه. يمكن دي لحظات تكوير برضو يا كابتن، ما شاء الله يعني كانت لحظات كويسه. دي المباراه الختاميه في الدوري، دي المباراه الختاميه. وكان برضو انت لو تشوف نفسي، انا كنت متضايق وكنت زعلان طبعا ان احنا خسرنا. كان حسام طبعا مش غريب على الملعب خالص، بس المهم عندي كان الواد الصغير اللي اسمه الحسيني، عبد الرحمن الحسيني طبعا 19 سنه. كابتن عبد الرحمن الحسيني اتصاب بتهيألي، كان عنده حاجه في الحوض. لا عبد الرحمن الحسيني ولد صغير عنده 19 سنه، كان يهمني جدا ان هو ياخد ال 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 الخطوه دي، ان هو يلعب ماتش كبير زي دوت في ماتش زمالك. يعني يا كابتن افهم من كلام حضرتك ان انت كان عندك اهداف في المباراه غير المكسب، عندك اهداف تانية. تمام، انت مش شايف المكسب او الخساره، خلاص الدوري خلاص. حلو، عندك اهداف اعلى 100 مره من ان اكسب. اهداف ليا انا واهداف تانية خالص بره الملعب، في الملعب للخصم، للخصم بتاعي، للمنافس بتاعي، لان المنافس بتاعي انا عارف كويس جدا والحمد لله كنت قريته ان هو يلعب بكل فول تيم بتاعه، قريته كويس جدا وهو ده اللي انا كنت عاوزه.
خدت اللي انا عايزه من الماتش، سواء كان في صالحي اللي هو فرقتي، سواء كان قطب او عبد الرحمن او الزري، والتكتيك اللي هيلعب بيه الكابتن حسام في ماتش الزمالك. اللي حصل بالظبط في قبل نهائي الكاس هو الكابتن حسام لعب بيه، وهو ده اللي انا عملته. والحمد لله الماتش طلع 3-0 والاولاد عملوا ماتش كبير، ماتش كبير جدا جدا، وكسبنا. خلص في ساعه وربع تقريبا الماتش، كانوا في قمه التركيز. وخليني اقول لك كابتن، احنا كنا فاهمين ده، واحنا حتى في البرنامج هنا احنا قلنا النادي الاهلي دائما ابدا بيدور على البطوله، ما يبقوش تحت رجله، وعشان حضرتك ابن النادي الاهلي وعشر بطولات في 3 سنين حضرتك خدتهم، 3 دوري، 3 كاس، 3 افريقيا، بطوله عربيه، يعني خلاص بقى عندك من الخبره ان انت ما تشوفش تحت رجلك. فما كناش زعلانين على الماتش، ما انا كنت زعلان. ما انا عارف، انا عارف شعورك، لان انا برضو لو كنا كسبنا كنا فعلا برضو كان الناس دي خدت ثقه اكتر اللي في الملعب. بس الحمد لله الاولاد عملوا ماتش الزمالك قبل النهائي، اكيد نهائي كان في قمه الـ الاداء المهاري والفني، والحمد لله لعبنا نهائي الجيش وكسبناه، وربنا توج مجهود الولاد خصوصا بعد الكورونا. بصراحه عملوا مجهود يشكر عليه جدا، وربنا سبحانه وتعالى ما بيضيعش مجهود حد. وده كان رد يعني أعتبر. يعني 11 اسبوع ان انت تلعب. لا ده انا عايز اقول لك بحكت يعني بعض الاصوات في السوشيال ميديا، دايما اللي بيحب ياخدوا رياضه في اتجاه احنا ما بنحبوش، قال لك اصل الفرقه فرقه عواجيز. حلو جدا، ما فيش مشكله. هو عجبني اللعيبه بتقول في التقرير اللي احنا كنا سجلناه بعد الماتش، قال لك احنا لما رينا كده احنا قلنا الرد في الملعب. فيعني انا مستغرب، هو الموضوع مش سن، والموضوع عمره ما كان حضرتك عمرك قد ايه، الموضوع اداء. احمد صلاح ما شاء الله عليه، عبد الله عبد السلام ما شاء الله عليه. لا يعني تقول ايه على الموضوع ده كابتن، خاصه ان فعلا اللعيبه كانت نازله ترد في الملعب. هو يعني الناس يعني هم خدوا برضو الولاد لما السوشيال ميديا والكلام ده اتكلموا ان هم كبار في السن وعجزوا خلاص. مش الكل بقى، ده صفحات رايحه في اتجاه يعني معين عشان تهت في الفرق. كان استفزاز ليهم، خلاهم يأدوا المباراه بشكل تاني خالص بصراحه. وجت برضو في مصلحه الفريق ومصلحه الفرقه ومصلحتي انا ومصلحه النادي ان هم كانوا فعلا. يا ريت كل فرقنا تبقى عواجيز كده والله. لا هو بص هو يعني بيقولوا كده، يعني لو حد اللي بيقول يا ريت، مش قصدي يعني يا ريت كل فرقنا يتقال عليها ان هم عواجيز، لان بالشكل ده احنا هيبقى الرد في الملعب. لا هم عملوا ماتش طبعا، هي طبعا يا كابتن فرقه يعني ما شاء الله عليها. وفي 11 شهر العواجيز دول قدروا يقفوا على رجليهم. انا بقول لك وحمل 4 ماتشات 8 ايام، اسف 11 اسبوع قدروا يقفوا على رجليهم. شايفين ده ماتش النهائي قدامنا اهو، الاداء فيه كان عامل ازاي. انا بقول لحضرتك 11 اسبوع الولاد دول قدروا يقفوا على رجليهم بقى، من اول عبد الله عبد السلام اكبر لعيب في الفرقه طبعا، لغايه عبد الرحمن الحسيني اصغر لعيب في الفرقه، قدروا الحمد لله بدون اصابات خالص الحمد لله. وده كان رد مناسب، رد مناسب جدا. طب كابتن انت يعني اكيد مر بيك يعني في السنه دي كامله، دي سنه طويله، مشوار طويل، في حتت صعبه او في زي ما بيقولوا مطبات كانت شديده شويه. ايه المطب اللي انت عديت بيه وحسيت ان لا هو ايه اللي بيحصل يا جماعه، لا ده احنا محتاجين وقفه بالنسبه للعب يعني. يعني هو الاصابات بالنسبه للاول، لان انا كان عب وقطب ومنعم كانوا مصابين في اول السيزون وانت ما تعرفش فيه. فيعني طب يا كابتن ارضيه الملعب لما اتغيرت فرقت معانا شويه بس لسه برضو انا لسه برضو لسه برضو شويه كنت افضل ان هي تبقى باركيه لان الباركيه حنين شويه على الركب كده، لكن اتعمل تحت طبقه مرنه شويه، خففت الصدمات على ظهر اللعيبه والركب احسن من الاول يعني. احسن من الاول. طب كابتن ايه يعني، خلينا نقول ان يعني انتوا ليكوا بقى وضع فرضتوه على الناس، انتوا فرضتوا بمجهودكم ببطولاتكم وضع ان احنا كل بطوله داخلينها الناس ده بقى بيحاسبوا الفرقه على الماتش بالجيم والله بالجيم والله يعني لا 3-0 ايه ده، 3-1 ازاي، 3-2 ازاي. مسؤوليه كبيره، جاهز للفتره الجايه المسؤوليه دي؟ بص بقى انا عارف هتفكر ازاي. طول الحمد لله ما الفرقه موجوده واقفه على رجليها، والناس يعني الجمهور حاطط امل على الفريق. أيوة. كبير جدا بالظبط، وانا مقدر دوت واللعيبه مقدره دوت، والجمهور بيرفع الفرقه عالي جدا، وكفايه اليومين اللي فاتوا او الثلاث ايام اللي فاتوا الناس كلها يعني مظاهرات حب على السوشيال ميديا ليك بصراحه للناس كلها والله، وحاجه يشكروا عليها. والله يعني هنعمل اللي علينا زي كل سنة يعني ان شاء الله. انا مديهم 10 ايام اجازة. انتوا هتبتدوا على طول يا كابتن؟ وهنبتدي ان شاء الله، لسه ما نعرفش يعني ما جاش حاجة من الاتحاد رسمي ان احنا هنبتدي امتى، بس هتبقى قريب اكيد لان كل الاتحادات لحمت يعني في شهر 11 يعني هو كام 11 لسه ما نعرفش، بس لازم كنت اديهم راحه يعني ان شاء الله. وهنبدا ان شاء الله، ويا رب نكون دايما عند حسن ظن الجمهور يعني. اكيد يا كابتن، اكيد يا كابتن. طب انت كابتن 10 بطولات زي ما انا قلت، انت
ثلاث سنين ما شاء الله منذ توليك المهمه، فرضت ادائك على الناس كلها، فرضت بشخصيتك بالكاريزما بتاعتك، اللعيبه بتحبك، ولا قلت كده في الانترو، تخاف منك، بتحترمك، مع الفنيات باهلك تاخد 10 بطولات. اغلى بطوله ايه من البطولات العشرة دول عليك؟ بمنتهى الامانه بطوله افريقيا اللي كانت في تونس. انا احنا طبعا غطيناها هنا في قناه الاهلي. لا دي كانت بتاعت منعم لما تعور، بتاعت منعم لما تعور، كانت سنه 2017. دي كانت صعبه جدا لان احنا مسافرين واحنا خسرانين الدوري، ومش عايز اقول لك برضو الحاله النفسيه كانت عامله ازاي، وما كانش فيه احمد ولا عبد الله. عبد الله عبد السلام جه الموسم اللي بعديه، هو احمد صلاح جم من نادي طلائع الجيش السنه اللي بعديها. كانت مهمه، مجموعه صعبه جدا، كانت الترجي في مجموعتنا. بس اقول لك كابتن، وقتها احنا قلنا الحمد لله، وكنا كلمناك هناك قلت الحمد لله انا وقعت في المجموعه الصعبه. فاكر؟ وكسبت الترجي في المجموعه عشان اللي قبل النهائي يكون سهل فعلا. لكن برضو المطبات كانت يعني قب اتصاب في قبل النهائي، منعم اتصاب في النهائي، عبد العال كان عمل ماتشات هايله في النهائي، وربنا كان واقف معانا يعني. وتكسب الترجي والنجم الساحلي في تونس دي كانت صعبه جدا، في منتهى الصعوبه، لكن بصراحه كانت يعني رجالة. صعبه. وانت لاعب كمان يا كابتن، 33 بطوله بسم الله ما شاء الله، الحمد لله، يعني عايزينهم بقى ومدرب يعني برضو. وانت لاعب مشوار طويل برضو يعني، انت يعني بص، لما يبقى اللعيب او النجم عود الجمهور على المكسب كلاعب، ويعود الجمهور على المكسب كمدرب، يعني بتهيألي يا كابتن انت في منتهى الفخر باللي انت حققته، 33 بطوله كلاعب، دي حاجه برضه مش عاديه. انا لما بلعب مع ابني في بلاي ستيشن ما بحبش اتخسر. هو النادي الاهلي كده يا كابتن، اللي بيتمرن يعني في النادي الاهلي واللي بيلعب في النادي الاهلي كده. ده نعمه من فضل عند ربنا الحمد لله، ان انا يعني نعمه ان انا لعبت في النادي الاهلي وعرفت يعني ايه مكسب، طبعا على مر الاجيال يعني. وحتى لما كنت مدرب مع اشتغلت مع مدربين اساتذتنا، حققت 16 بطوله يعني وانا مدرب عام. يعني انا الحمد لله يعني تقريبا تقول كده 57 من 57 ل 60 بطوله حققتهم مع النادي الاهلي الحمد لله. و34 سنه ما سبتش النادي الاهلي، سنه 86 لغايه دلوقتي لعيب ومدرب ومدير فني، ما سبتش النادي الاهلي الحمد يعني لله. يعني يا كابتن احنا بنقول جوزيه كره الطائره ده بقى يعني جوزيه بقى بصراحه، معلش يعني ما شاء الله، يعني حضرتك حققت انجازات اكتر منه. خلينا اقول يا كابتن، انت اتمرنت او كنت مساعد لمدربين كبار، عايز اعرف لحضرتك مين المدربين اللي اثروا معاك؟ انت اشتغلت طبعا مع اسامي كبيره اولاد النادي الاهلي، ولكن خلينا نعرف اجابه السؤال ده بعد الفاصل. اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل اعلاني، الحقيقه نرجع نكمل حوارنا الشيق مع كابتن محمد مصلحي. مين اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن كابتن محمد كنا بنتكلم قبل الفاصل، المدربين اللي اثروا فيك جدا وتعلمت منهم كتير، مين؟ والله الحمد لله انا اشتغلت مع ثلاث مدربين تقريبا في النادي الاهلي. يعني الوضع اللي انا فيه دوت كمدير فني يرجع للكابتن نور عطيه طبعا، ان هو بعد ما كنت لعيب على طول اعتزلت، هو ضمك على طول الجهاز، ضمني على طول الجهاز، خدني معاه كمدرب. وبعديها هو جدع وابن بلد كده، تحس انه جدع وابن بلد. جميل جميل جدا جميل يعني جميل. وانا بقول لحضرتك انا يعني انا بحييه جدا هنا والله، بحبه جدا. لولا ان انا يعني اللي انا فيه ده هو يرجع للكابتن نور، وخدني على طول مدرب عام ليه سنتين، لمده سنتين. جه الكابتن ابراهيم فخر الدين خدني برده معايا مدرب نجم النادي الاهلي طبعا، مدرب كبير ومدرب طلائع الجيش، وكان عمل مباراه كبيره جدا مع حضرتك يعني. اشتغلت معاه 6 سنين، وبعدين اشتغلت مع الكابتن احمد زكريا سنه، وبعدين اشتغلت مدير فني. ما اشتغلتش مع الكابتن فؤاد، لكنه كان دايما بيقول لي ان انت هتبقى مدرب كويس وانا بلعب معاه يعني، لان انا كنت بعرف هو هيعمل ايه قبل ما يشتغل فعلا يعني. فهو لا هو ده يا كابتن فؤاد عبد السلام، ده يا جامده جدا يعني. فدول فعلا اشتغلت معاهم. واشتغلت طبعا على فكره، انا مسكت المنتخب مدير فني المنتخب سنه 2018، ويعني عرفت طبعا الكابتن شريف برضو بيشتغل ازاي، من الناس برضو المحترمه الواحد خد منهم فولي يعني. طب كابتن، انت خدت قرار طبعا ان في بعض اللاعبين المميزين جدا اللي هيطلعوا بعض الاعارات لانديه اخرى، في 3 لاعبين طالعين بتروجيت على ما اتذكر، وفي 2 لعيبه طالعين طبعا نادي طلائع الجيش، مين ال5 لاعبين دول؟ طيب يعني هم عشان بس نبتدي مع بعض كده، عشان الناس فاكره ان الفرقه مستواها او السن بتاعها كبر. احنا عندنا 5 اجيال، عندي صلاح وعبد الله ومنعم وعبد اللطيف ورؤوف، دول ناس مخضرمه، دول جيل ولا غنى عنهم في الوقت الحاضر تمام. وعندي حسام وقطب وعبد العال ومعوض وعبه، الجيل الثاني جيل خبره عاليه جدا.
نيجي للجيل بقى اللي هو الشباب والجيل الصاعد كده، في سعيد وعادل ورمضان وعبد الرحمن وابو السعود وشريف معار لنادي بتروجيت. دول شباب شويه الجيل التالت كده من في حدود 23 ل 26 سنه. تمام. جيل الشباب بقى اللي هو الصافي ومرجان والحسيني ومحمد عثمان وعمر زكريا، دول اتمرنوا معايا ودول طالعين من الشباب للدرجه الاولى ما شاء الله. في جيل بقى الناشئين اللي الناس كلها ما تعرفش عنهم حاجه، اللي بنجهز كمان الصف الخامس، صف خامس اللي هم 19، زياد اسامه ومروان الصافي وانس شوقي وعمر الشريف وابراهيم برسلان، دول اللي هم خدوا مركز رابع في كاس العالم وكمان اتمرنوا معايا لمده فتره. ففي مين فرقه في الشرق الاوسط كلها تملك هذا؟ الحمد لله رب العالمين الناس دي كلها اتمرنت معايا. بطمن الجمهور لحد ما احنا ما اشتريناش ولا ناشئ خالص، ما اشتريناش لان فعلا معتمدين بالمجهود الذاتي، على المجهود الذاتي. والمجلس لو في حد ناشئ مش هيمانع طبعا، بس هو الاتحاد كان مانع انتقال الناشئين من نادي لنادي لمده سنتين عشان يحافظ على. فالحمد لله الفرقه من اول عبد الله لغايه اخر واحد قلته لك يمكن 21 واحد موجودين الحمد لله. فمن يعني انا الناس دي لعبت، فانا فضلت طبعا ان هم عايزين خبره زياده، يكتسبوا خبرات طبعا، محتاجين وقت في الملعب، عايزين يلعبوا هم كمان ولاد، عايزين يلعبوا في الملعب وانا حاسس دي. فبعد جواب بتروجيت هتستعير اربع لعيبه يوسف الصافي ويوسف مرجان وعمر زكريا ومحمد عثمان، ونادي طلع الجيش طلب عمر اكرم. تمام. فضلت طبعا الاستفاده متبادله بين اللاعب وبين النادي ايضا. وطبعا احنا معنا عبر الهاتف يوسف مرجان احد اللاعبين طبعا ولاد حضرتك اللي طبعا طالعين اعاره وعينين عليهم ونفضل متابعينهم. ازيك يا يوسف؟ الحمد لله. ازي حضرتك؟ اسلم على حضرتك واسلم على كابتن ميدو وكل الناس اللي بتتفرج. واتفضل يوسف. الف مليون مبروك. يمكن انت كنت محظوظ الحمد لله مع جيلك ان انت شفت هذا الكم من البطولات، يمكن ثلاث بطولات في موسم. طبعا بنقول لك الف مليون مبروك، واكيد استفدت حاجه من الضغط ده وضغط المباراه ده يوسف. الله يبارك في حضرتك. طبعا انا يعني من الناس المحظوظين جدا ان انا وقت ما طلعت درجه اولى كان في الفرقه كل النجوم دي في وقت الحمد لله مكسب وبطولات. ان انا مع ثلاث مواسم، ده الموسم الثالث ليا مع الدرجه الاولى في النادي الاهلي، تقريبا تسع بطولات الحمد لله. يعني دي حاجه كبيره جدا. طبعا استفدت من خبرات كتير جدا. كابتن ميدو طبعا يعني صاحب الفضل عليا ان هو اول واحد صعدني درجه اولى في النادي الاهلي. والموسم ده طبعا في اوله كان في اللعيبه في المنتخب الوطني كان عندهم كاس عالم وبطوله افريقيا مؤهله للاولمبياد، وكنا احنا كابتن ميدو لعب فينا اول 12 ماتش في الدوري بالجيل الصاعد كله، كلنا كنا ناشئين، كان معانا بس اثنين او ثلاث لعيبه كبار، منعم كابتن محمد عبد المنعم ومع كابتن محمود رؤوف ومع كابتن محمد عصام معوض وعبد اللطيف عثمان، بس دول اللي كانوا معانا، الباقي كله كنا لعيبه صغيره. والحمد لله كنا على قد المسؤوليه وما خسرناش ولا ماتش الحمد لله، كسبنا الماتشات كلها. وطبعا كل ده يعني بسبب الجهاز الفني اللي معانا، خبرات عاليه جدا، وبسبب اللعيبه اللي احنا بنتعلم منها كل يوم، بنتعلم حاجه جديده طبعا. اكيد. وكمان يا يوسف يمكن انت قبل ما اعرفش كنت سامعنا ولا لا، كان كابتن محمد مسلحي بيقول ان انتوا طبعا طالعين اعاره، يعني الاستفاده متبادله، يعني انت تلعب مباريات وتكتسب خبرات، يمكن هيكون يعني بقائك في الاهلي ممكن يبقى صعب شويه تاخد هذا الوقت، وهتبقى تحت عين طبعا كابتن محمد مسلحي. شايف القرار ده ازاي يا يوسف؟ طبعا احنا كنا يعني انا كنت في اول ما كنتش خالص بفكر ان انا في وقت اسيب الفرقه دي بالذات في وقت اللي هو النجوم كلها موجوده، كابتن عبد الله عسلام وكابتن حسام يوسف وكابتن احمد صلاح وكل اللعيبه الكبار، يعني انا بتعلم منهم كل يوم. بس انا دلوقتي بقى لي ثلاث مواسم الحمد لله اتعلمت منهم كتير، ابتدى الواحد يعرف الناس دي بتتمرن ازاي، بتفكر ازاي، ازاي روح الانتصار عندهم، مفيش حاجه اسمها نخسر بطوله او بطوله تضيع. جالي فرصه ان انا جالي كذا عرض ان انا اطلع اعاره، بيجي لي والله يعني من سنتين فاتوا بيجي لي اعارات، بس كابتن ميدو كان بيفضل ان احنا نبقى موجودين لان هو شايف ان احنا لسه ما اكتسبناش الخبرات الكافيه ان احنا نقدر نلعب في الدوري الممتاز يعني. بس لغايه لما جالنا السنه دي عروض اتكلمت مع الكابتن ميدو لغايه لما وصلنا يعني وجهه نظر تقريبا واحده ان احنا عايزين يعني هنتعرض لضغوطات عاليه واحتكاك اعلى،
يدينا خبرات، وكله في الاخر علشان في الاول وفي الاخر نعرف نرجع النادي الاهلي ونحافظ على سلسله الانتصارات اللي الجيل اللي دلوقتي موجود بيعملها، ما يجيش بقى يحصل اللي هو الدروب اللي بيحصل ممكن كمان سنتين او ثلاث اربع خمس سنين يحصل دروب لما نيجي وقتنا. بس اتفقنا ان احنا نطلع، وكله طبعا انت طالع بهدف ان انت عايز تعمل احسن حاجه موجوده عشان ترجع النادي الاهلي، مش عشان اي حاجه ثانيه. جميل جدا يا يوسف الحقيقه ان انت بتفكر الفكر ده، وجميل جدا ان يبقى عندك الاراده دي والرغبه دي، وانت طبعا انت وزمايلك من ابناء النادي الاهلي، ونتمنى لكم كل التوفيق يا يوسف. ان شاء الله، واحنا يعني والله ان شاء الله ربنا يوفقنا ونقدر نعمل حاجه مشرفه نشرف كابتن ميدو ونوري الناس كلها ان احنا اتعلمنا حاجات منهم كتير، منه من كابتن ميدو ومن كل الجهاز واللعيبه اللي كانت معانا اتعلمنا منهم، ونقدر باذن الله نرجع النادي الاهلي تاني بسبيد وباذن الله باكتر من اللي احنا عملناه بكتير. يعني احنا لسه ما عملناش حاجه طبعا. اكيد يا يوسف، واحنا ان شاء الله متابعينك وهنبقى في الابطال هنا حتى عينينا عليك وعلى زملائك. الف شكر يوسف مرجان طبعا نجم النادي الاهلي وزمايله اللي طبعا اللي صاعد بقوه الصاروخ، ان شاء الله ربنا يوفقه فيما هو قادم، وايضا هيفضل تحت عين النادي الاهلي ان شاء الله ليعود في يوم من الايام يحمل الرايه كابتن مصلح. يعني يمكن شعور حلو لما تلاقي فيه هارموني كده بينك وبين اللعيبه، وفي ثقه وفي ثقه فيك وفي ثقه في النادي الاهلي. والله انا مبسوط من كلام يوسف جدا، ناضج يعني ابتدى ينضج وهو عايز يلعب ورايح بتروجيت عشان خاطر ياخد خبره الماتشات اكتر من كده. هو قال لك في الاول فعلا ان احنا في يعني خدها هو 8 ماتشات، هو اللي كان اساسي وبيلعب مع الفرقه، والحمد لله الفرقه كسبت معاه. خلاص شاف عبد الله وشاف حسام كويس قوي هم بيرفعوا ازاي، وشاف انا عايز ايه. هو رايح لايد امينه جدا في بتروجيت، هاني مصلحي معاه، وانا موصي هاني طبعا توصيه كامله على الاولاد انهم لازم يلعبوا ولازم يشاركوا باكبر قدر طبعا، وهم طبعا لازم يعرفوا ان بايديهم هم ان شاء الله، ويرجعوا يعني يحملوا الرايه وما يحصلش الدروب ان شاء الله اللي بيحصل مع تغيير اجيال ان شاء الله. كابتن نطلع لفاصل ونرجع نستقبل طبعا العاده اللي الحمد لله متعودينها زمان، بتجيب تورته ونقطعها مع حضرتك ويبقى بس لازم اشكر جهاز الفني. لازم اتفضل حضرتك يعني طبعا عشان خاطر هم بصراحه يعني شركاء معايا، يعني كتامر وجمعه مدربين اخواتي، والواحد يدي لهم ظهره ومستريح لهم جدا طبعاً. واحمد سعيد المحلل الفني، وحسن طبعا اتكلمت عنه كتير طبعاً. وعندي كابتن خالد ابو زينه المدير الاداري يعني مكوكي. اخويا طبعاً. الكبير عندي كابتن ايمن علي الاداري لشعلة نشاط، عندي الجهاز الطبي الدكتور ايهاب فخر الدين، وعندي طبعا الدكتور العظيم سامح ظلام اللي بقول لك اخصائي اصابات وتاهيل، اللي هو بصراحه يعني انضمام النادي الاهلي كان كويس. يعني انا عايز اقول لك ان الاوضه عندي بتبقى النادي كله صحيح. بيبقى موجود ساعات لما هو بيبقى موجود صحيح. فعلا دكتور كفء وصاحب خبره عاليه جدا في المجال. واخيرا طبعا عبد الرحمن مكي مدلك الفرقه والعامل الجميل اخونا احمد رشاد. طب خلينا نطلع لفاصل ونرجع طبعا نقطع تورته مع بعض ونحتفل ونشكر كمان حضرتك عايز تشكره. اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل عليه سريعا ونرجع نكمل احتفالنا مع الكابتن محمد مصلحي. اهلا بحضراتكم من جديد، وزي ما قلنا قبل كده ان طبعا بتبقى احسن لحظه لينا كبرنامج الابطال وهو تكريم الابطال. كابتن محمد مصلح ميدو يعني نجم من تراث فريد، لاعب ومدير فني، والحقيقه زي ما قلنا قبل كده ثلاث صفات اللعيبه بتحبه وتخاف منه وبتحترمه، وقبل ذلك النواحي الفنيه. يمكن يا كابتن صعب الانجاز ده يعني حد يحققه، انت تعبت حتى اللي هيجوا بعدك. والله الحمد لله، مش عارف اقول ايه، بس يعني مجهود سنين الحمد لله حد بيجنيه، ويا رب يا رب دايما نكون عند حسن ظن جمهور النادي الاهلي. الواحد دايما يعني بيرفع، يعني مش عارف اقول له ايه، جمهور النادي الاهلي يا كابتن، يمكن انا مستفيد من النادي الاهلي، اللعيبه مستفيده من النادي الاهلي، اداريين مستفيدين من النادي الاهلي، لكن جمهور النادي الاهلي اللي بيدفع التذكره، اللي بيقف في عز البرد وبينام على الرصيف عشان ياخد تذكره يروح ماتش كوره، جمهور النادي الاهلي مات عشان خاطر النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي مات عشان خاطر النادي الاهلي، هو ده يعني محمل لنا طبعا مسؤوليه كبيره جدا. اتمنى ان الفرقه تكون عند حسن الظن دايما، و يعني ان شاء الله مبروك لجمهور النادي الاهلي ومجلس ادارته، وان شاء الله مزيد من الانتصارات اكيد ان شاء الله. واحنا دايما هنفضل داعمين ليك يا كابتن ومنتظرين منك البطولات، والحقيقه دي
يعني اقل حاجه نقدر نقدمها ان احنا نحتفل مع حضرتك وان شاء الله تبقى عاده ما تتقطعش باذن الله. يلا بينا يا كابتن. يعني اتمنى ان حضرتك انت بقى اللي تقطع النهارده، انت العريس وانت عايز اقطع ابو زينه فين؟ كابتن خالد هيزعل منك كده. بسم الله. اتفضل يا كابتن. الف مليون مبروك يا كابتن، الف مليون مبروك لطبعا لحضرتك واللاعبين ومجلس الاداره وجمهور النادي الاهلي، حاجه تشرف. ويعني لا نملك غير ان نقول لكم يعني كملوا مشواركم واحنا معاكم ان شاء الله باذن الله. وانا بشكر مجلس الاداره على بصراحه على كل الادوات اللي الواحد بيستخدمها واللي جابها على كل حاجه، والكابتن رؤوف بمنتهى الامانه يعني الراجل واقف معانا ومع كل فرق النادي وبيبذل مجهود كبير جدا، بشكره وبشكر النشاط الرياضي كله الحمد لله ويا رب دايما في انتصارات اكيد. نورت الدنيا وبشكرك كابتن محمد مصلح على وجودك معانا، والف مليون مبروك ان شاء الله. ربنا يخليك. اعزائي المشاهدين انتظروا طبعا بعد برنامج الابطال في برنامج البيت الكبير مع زميل طبعا هاني رمزي وايضا سهام صالح، هيكون معنا ابطال ايضا الالعاب الاخرى، فريق السيدات كره الطائره، سيدات كره السله، وايضا رجال الكره الطائره هيكونوا معنا مكملين سهره النهارده كبيره مع الانجازات الكبيره للالعاب الاخرى. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وانتظرونا في حلقه جديده وبطل جديد مع الابطال.